السلام عليكم جماعة، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا جميعا في صحة وفي سعادة بإذن الله تعالى. أولا بشكر جميع اللي شافوا الفيديو الأخير أو أول فيديو أعمله، ومبدئيا أنا سعيد ومبسوط جدا بالكومنتس وباللايكس والديسلايكس كمان. وزي ما بقول الفيديوهات بتاعتي الهدف الرئيسي منها توعوي، عاوز أعمل توعية وأشيل بعض الأفكار اللي ممكن تكون مسيطرة على رأس مجموعة من الناس عن طريق الميديا، عن طريق أي حاجة. فبحاول مستعينا ببعض الخبرة العلمية وبعض يعني الخبرات الحياتية برضو اللي بشوفها في مهنتي اللي هي الطب. النهارده هكلمكم عن تاني حاجة حابب أدردش معاكم فيها النهارده. أنا قاعد في عيادتي، دخل المريض مع زوجته، ما شاء الله حاجة ممتازة محترمة، أهلا بيكم اتفضلوا، إيه شكوتك؟ دكتور انا عندي هليكوبتر. نعم حضرتك عندك ايه؟ عندي هليكوبتر. هليكوبتر يا عم ربنا يزيدك، بس هنا عيادة ومن يعني ايه مشكلتك؟ طيب تعباني اهو يا دكتور. تعباك؟ هي ايه اللي تعبان؟ قال لي تعبالي معدتي. هليكوبتر هيليكوباكتر بايلوري، جرثومة المعدة الحلزونية. الأستاذ يقصد جرثومة المعدة الحلزونية، اتشهرت بالجرثومة الحلزونية، بجرثومة المعدة، الهليكوبتر، بالدودة، دي كلها ألفاظ أنا سمعتها. وأدعي إن في آخر 20 سنة أكتر حاجتين شفتهم مشهورين هو اختراع الموبايل والهليكوباكتر أو جرثومة المعدة الحلزونية. اتشهرت بطريقة عجيبة. ليه؟ وسببت قلق كتير لمجموعة من الناس، خاصة بعد ما بيدخلوا ويعملوا سيرش ويتفرجوا ويسألوا عن معلومات عنها، بيسمعوا كلام ممكن ما يبقاش لطيف بالنسبة لهم، لأنه كلام علمي مصمت الهدف منه رص المعلومات المتوفرة منذ نشأتها سنة 1982 أو اكتشافها يعني. لدرجة إني شفت أمثلة جرثومة معايا من 10 سنين يا دكتور، مش قادر أسيطر عليها يا دكتور، والدموع تنزل. خدت تلاقيها 3 4 كورسات يا دكتور وما فيش فايدة، ما بتروحش يا دكتور. المختبرات ووسائل الإعلام صوروها بالإلكترون مايكروسكوبي، بالميكروسكوب الإلكتروني، وكبروا حجمها قوي، بقى شكلها زي التعبان. الثعبان. شفت مريضة في يوم من الأيام أو أكتر من مريض أو مريضة، دكتور التعبان ماشي في بطني، دكتور أنا ما بنامش بالليل حاسة إن في حاجة عمالة تتحرك، وانت مطالب ان انت تشيل الفكرة دي من راس الانسان او الانسانة دي، وان دي حاجة غير مرئية، بكتيريا يا جماعة. خدت شهرة فظيعة جدا، ويمكن ليها ارتباط بالفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن القولون العصبي، لان كتير قوي من اللي عندهم مشكلة القولون العصبي ومش لاقيين له حل او دواء دايما بيمسكوا في اي شيء عضوي ملموس زيه زي جرثومة المعدة مثلا.
فيقول لك خلاص انا عندي حاجه واحده ماديه ملموسه، انا عندي الجرثومه. جرثومه المعده يا جماعه تقريبا موجوده عند 50% من البشر في معدتهم وفي جهازهم الهضمي وفي المريء وفي الاثنى عشر. بعض الدراسات قالت ان ليها فوائد، في بعض الدول بتوصل فيها ل 80% في وسط البشر العاديين، وبعض الدول 50 60 وهكذا. بعض انواعها بتكون تكافلية، يعني بتساعد المعدة، اما بتنشط وبتعمل مشاكل، ممكن تعمل قرحة معدة، ممكن تعمل التهاب في المعدة، انما في معظم الحالات مفيش اي اعراض. يعني لو واحد رايح بقولون عصبي لدكتور وعنده الام سببها القولون، ضغط على راس المعده مثلا، نعمل فحوصات، ده انت عندك جرثومه، مسكنا في الجرثومه 20 سنه، وخدنا كورسات وخدنا مضادات حيويه وخدنا ادويه، والموضوع كله قولون عصبي مش جرثومه، وده وهم الجرثومه اللي اتصورت دايما او في بعض الاماكن على انها ثعبان كبير ماشي في بطن الانسان. وطبعا زي ما قلنا الفيديو اللي فات ان كتير قوي من اللي عندهم قولون عصبي عندهم استعداد للوهم والوساوس شوية. اكمل، الجرثومة موجودة عند من 50 ل 80% من الناس عايشة في بطنهم، كتير منها او انواع منها سبيشيز منها تكافلية بتساعد المعدة، وفي بعض الدراسات بتقول ان وجودها بيساعد على فتح الشهية، واذا ضرت يعني كترت وبقت مرضيه هتعمل لهم يا اما ما فيش اي الم خالص او اي اعراض، يا اما تعمل التهاب في المعده، حموضه، حرقان، قرحه معده، قرحه اثنى عشر. ونيجي للنقطه الاخيره اللي هي شبه نادره وقد تؤدي الى بعض الاورام الليمفاويه في المعده. الناس اللي بتدخل على جوجل بتسيب الدنيا كلها وتمسك في الحته دهيت، اللي انا والله بقالي اكتر من 20 سنة بتعامل مع هذه الجرثومة اللئيمة ما شفتش حالة واحدة من اورام المعدة الليمفاوية التي سببتها جرثومة المعدة الحلزونية. اذا هي في معظم الحالات لا اعراض خالص، وقلنا موجودة عند نسب تتراوح ما بين 50 ل 80% من المجتمعات، بتفترق من دولة لدولة، صامتة وفي بعض الأحيان تكافلية. وإذا نشطت التهاب في المعدة، قرحة في المعدة، قرحة في الاثنى عشر، آلام في المعدة، وقد تؤدي في نسب ضئيلة جدا أنا شخصيا ما شفتهاش من الأورام الليمفاوية. الغريبة بقى إن النوع دوت من الأورام النادرة اللي أنا ما شفتوش بيستجيب اذا عالجنا لهذه الجرثومه. يعني اذا عالجنا وخدنا الكورس العلاجي اللي هو العلاج الثلاثي وكل الناس عارفاه، نوعين انتيبيوتيك مع نوع علاج للمعده لمده تتراوح ما بين اسبوع لاسبوعين وعلاج معده لمده شهر، بينتهي الموضوع وبتنتهي الاورام دي اللي انا ما شفتهاش. اذا يا جماعه فوقوا من وهم الجرثومه اللي ما عندوش نتائج او لاقي حل لمشاكل البطن ما بيمسكش غير في هذه الجرثومه. الحلزونيه يا جماعه مش مؤذيه. معلومه احب اقولها لكم، تحليل الجرثومه انا شخصيا اول مره بحلله عن طريق الدم عشان اشوف فيه مضادات نشطه في الدم ولا لا، اذا كانت بوزيتيف بدي علاج، بعد العلاج ما تحللش عن طريق الدم تاني. مرضى كتير لان المضادات بتفضل في الدم لمده سنتين بعد انتهاء العلاج اتليست، يلف على 7 8 10 دكاتره ومستشفيات وكل مره الدم يتاخد، دي لسه موجوده. الراجل هيتجنن يا جدعان. تحليل البراز او تحليل النفخ اليوريا بريس تيست هما التحليلين الوحيدين اللي بيثبتوا بعد انتهاء علاج الجرثومه انها انتهت. وهم جديد حبيت اوضحه لكم النهارده اسمه جرثومه المعده، اوعوا تخافوا منها، شخصيا ما شفتش انها اذت حد
على مدار سنين طويلة ما تاخدش أكتر من حقها، لأن هي خدت أكتر من حقها. أشوفكم الأسبوع الجاي وتصبحوا على خير، وربنا يديكم ويدينا الصحة بإذن الله. مع السلامة.